بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي، كليات الطب، الكليات الصحية، الدراسات العليا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنجاح والفلاح والصلاح والتوفيق إن شاء الله. اليوم إن شاء الله هنتكلم على الاناتومي اوف ذا اير. الاير تتكون من consists of external, middle, internal. الاكسترنال formed of Auricle, external, auditory, meatus. The middle, لها roof, floor, lateral wall, medial wall. فيها بعض الأشياء اللي قدامنا دي. البونيوسكيز. الانر اير فيها كوكليا، فيستيبيول، سيمي سيركولر كانل، فيها بوني بارت وفيها ممبرينس بارت. كده خلصت الاير. كم اير موجودة؟ ثلاث: external, middle, internal. external فيها حاجتين: auricle, external auditory meatus. والميدل لها boundaries، والinternal فيها bony labyrinth وفيها membranous labyrinth. وكده خلصت الايه الفورمة كلها بتاعت الاير. طب ما تيجي نشوف الكونتنت اللي هنتكلم عن اكسترنال اير، ميدل اير، انر اير، الفيزلز والنيرفز. يلا شباب، عند هنا الاير عبارة عن ايه؟ اورجان of hearing and balance. سمع واتزان. Hearing and a balance. Formed of كلام اللي احنا قلناه قبل كده three parts: external, middle, internal. خليك نبيل وركز معاي. ماشي. الاكسترنال ناخد واحد نتكلم فيه. external ear هتتكون من حاجتين اتنين: auricle او ear بينا و external auditory meatus. ماشي. الاوركل عبارة عن cartilaginous part covered بالسكن. In patterns of various elevation and depression. يعني cartilage covered بالسكن فيها elevation وفيها depression. ادي الارك. الالفيشن والدبريشن اللي موجود. ماشي. ما تيجي نشوف البارتس بتاع الارك. ادي هيليكس، انتي هيليكس. ماشي. تريجس، انت تريجس. لبيو، كونكي. يبقى البارتس بتاع الاوريكل عبارة عن هيليكس، انت هيليكس، تريجس، انت تريجس، كونكي، لبيو،
هذه البارتس بتاع الأورج. إيه رأيكم؟ مفهومة؟ يب هيلكس واند هيلكس، تريغس واند تريغس، كونكي لبيول، ده شغل التشريع زي ما هو عايز كده. تحب التشريع؟ يلا يا شباب، يلا يا شباب. الأوراكل هي فيها ماسلز، فيها ماسلز انترنسك اللي هي بتدي الشيب اوف ذا اوراكل. يبقى الأوراكل او الماسل اوف ذا اوراكل عند حاجتين اتنين، انترنسك خاصة بالشيب وانترنسك في البوزيشن بتاع الأوراكل. يبقى الأوراكل عندي two types of muscle، intrinsic وديت بتديني الشيب، extrinsic وتديني وديت بتديني البوزيشن. الاثنين الانترنسك والاكسترنسك بيغذوا بالفيشل نيرف. ماشي كلام؟ خلاص كده. يبقى انا عندي دلوقتي المصل اوف ذا اوراكل سبلاي باي فيشل نير، خليك ايه لماح. ماشي، المصل اوف ذا اوراكل كم نوع؟ يلا يا بنات، يلا يا صبيان، كم نوع؟ وانت يلا، نوعين انترنسك واكسترنسك وبيغذيهم الفيشل نير. طيب ده بالنسبة للموتور. تعال نشوف السنسوري، السنسوري بارت بتاع الأوركل. يبقى الانرفيشن عند حاجتين اتنين، موتور فيشيال نيرف، سنسوري ماشي عند اوتر سيرفيس وديب سيرفيس، اوتر سيرفيس وديب سيرفيس. الاوتر سيرفيس بياخد منين؟ جريت اوريكولار نيرف، ادي جريت اوريكولار نيرف، ودي من السيرفيكال بلكسس، ادي جريت اوريكولار نيرف. ماشي، ادي الاوتر سيرفيس جاي من السيرفيكال بلكس، جريت اوريكولار نيرف، واوريكولو تمبرال برانش جاي من المانديبولار نيرف، واوريكولو تمبرال برانش جاي من المانديبولار نيرف. طيب يبقى انا عندي الاوتر سيرفيس عبارة عن ايه؟ سيرفيكال بلكسس ماشي، بتدي ايه؟ جريد اليكولار وليسر اوكسيبيتال، ودول جايين من السيرفيكال بلكسس. يبقى السيرفيكال بلكسس بتدينا حاجتين اتنين، جريد اليكولار وليسر اوكسيبيتال نيرف، يغذوا الاوتر سيرفيس بتاع الاوركل. طيب المانديبولار نيرف هيديني ايه؟ اريكيلو تيمبر، اريكيلو ايه؟ تيمبر، اريكيلو ايه؟ تيمبر. خش على الديب سيرفس، ادي الديب سيرفس تتغذى بايه؟ بالفيجس اللي هو اخد اللون الاحمر ده، ادي الفيجس ماشي، اتغذى بالفيجس واتغذى بالفيش، هتتغذى بالفيش خلال ايه؟ الاريكولار ايه برانش، ماشي خلال الاريكولار برانش. يبقى انا عندي دلوقتي الديب بارت فيجاس فيشيال نيرف، فيجاس وفيشيال نيرف ماشي. الفيشيال بيدي برانش للاريكولار برانش اوف فيجاس ايه نيرف. يلا يا شباب، يلا يا شباب، فاهمين؟ فاهمين؟ يلا نبص بعد كده على الفيزلز بتاع الأوركل. الفيزلز بتاع الأوركل عند ارتيريال سبلاي وفينوس درينج. يبقى الأوركل بتاخد بتتغذى ايه؟ البستير الأوركل أرتري اللي جاي من الاكسترنال كاروتا، البستير الأوركل أرتري جاي من الاكسترنال كاروتا، بتتغذى من ايه كمان؟
anterior auricular واوكسيبيتال artery اللي جايين من السوبرفيشال تمبورال artery. يبقى الاوريكل عندها حاجتين اثنين external carotid وسوبرفيشال تمبورال artery. external carotid هيديني posterior auricular artery, superficial temporal artery هيديني ايه anterior auricular and occipital ايه artery. ركز يا شباب. يبقى الارتيريال سبلاي تاني للاوريكل external carotid اديني posterior auricular, superficial temporal, anterior auricular and occipital ايه artery. الفينوس درينج, الفينوس درينج خلال البصير الاوكرال فين انتيرور الاوكرال اند اوكسيبيتال اي فين اللي هي بنقول عليها ثرو فيزلز فولونج اي ارترز. الليمفاتيك درينج بتاع الاوركل الانتيرور هنا الباروتيد جلان, الباروتيد جلان بوستيرور, بوستيرور هتبقى للماستوير والابر ديب سيرفايكال لينفي نود. يبقى الليمفاتيك درينج تاني انتيرور البرز الجلان بوستيرور الماستويد والابر ديب سيرفايكال لينفي نود. يلا يا شباب يلا يا شباب بسم الله. اكسترنال اوديتري مييتس او اكسترنال اوديتري اكواستيك تيوب, ماشي الاكسترنال اوديتري مييتس الطول بتاعه 24 ملي في اللينس 24 ملي. عنده حاجتين اتنين اوتر كارتيلاجينس اوتر وان سيرد كارتيلاجينس انر تو سيرد بوني, ماشي. يبقى انا دلوقتي الاكسترنال اوديتر ميتس 24 ملي 24 ملي ان لينس مليمتر ان لينس اوتر وارسير كارتيلاجينس انر تو ثيرد بوني. دورينج الاكزامينيشن اوف درام الاوريكل بول اب وورد اند باك وورد تو ستريتن ذا اكسترنال اوديتري اي تيوب. النيرف سبلاي بتاع الاكسترنال اكوستيك مياتس الريكولو تمبولر نيرف اللي هو برانش من المانديبولر واريكولر برانش اوف فيجاس نيرف. يبقى النيرف سبلاي للاكسترنال اوديتر مياتس الريكولو تمبولر نيرف اللي هو من المانديبولر نيرف mandibular division of the trigeminal nerve واوريكولار برانش اوف فيجاس نيرف يعني 5 و10. يلا يا شباب يلا يا شباب. الاكسترنال اكوستيك ميتس بتغذى بايه؟ بالاوريكولار برانش اوف فيرست بارت اوف ماكسيلري ارتري. اوريكولار برانش of first part of maxillary artery. Posterior auricular branch of external carotid artery. يعني من المكزيلاري والاكسترنال ايه كاروتيد. ماشي شباب؟ ادي الارتيريال سبلاي بتاع الاكسترنال اكويستيك ميتس. يلا يا شباب. الاير درام. الاير درام. عبارة عن ايه؟ او التمبانك ممبرين. التمبانك ممبرين عبارة عن ايه؟ اوفال ممبرين. ادي اوفال ممبرين 10 × 8 ملي 10 ملي متر في 8 ملي متر. سيبرت اكسترنال اير فروم ميدل اير. يبقى الدرام الى هوت اوفال ميمبرين 10 × 8 سيبرت اكسترنال من الميدل اير فورمد من ايه؟
بيتكون من ايه؟ تو بارتس، بارس فلاسيدا وبارس ايه؟ تنسى. البارس فلاسيدا ديت البارس فلاسيدا سمول تريانجولار بارت ات ابر بارت اوف ممبرين، يبقى السمول وتريانجولار اهوت في الابر بارت اوف ممبرين ليميتد بالايه؟ انتيرور اند بستيرور مالولار فولدس. شوف الحته الجميله دي، يبقى انا عندي دلوقتي ادي الممبرين الاوفال ممبرين 10 × 8 مليمتر formed of two parts. بارس فلاسيدا في الابر بارت هو عباره عن تريانجولار اريا في الابر بارت اوف ممبرين ليميتد بالايه؟ انتيرو مالولار فورد وبوستيرو مالولار فولد. بارس دنسا اللي هو ده اهو، بارس دنسا بلو مالولار فورد تحت المالولار فورد، تحت المالولار فورد اهو. الفايبر الرينج راديالي توورد هاندل اوف ذا ميلس، يبقى الفايبر بتيجي راديال كده للهاند للهاندل اوف ذا ميلس. يبقى عندك بارس فلاسيدا وهي تريانجولار اريا بتوين الانتيرو اند بوستيرو مالولار فورم، ماشي، وبارس تنسا بلو انتيرو اند بوستيرو مالولار فورم. الفايبرز الرينج دايركتلي تو هاندل اوف ذا ميلس النيرف سبلاي، حاجتين اتنين، اريكولو تمبورال نيرف واوريكولار برانش اوف فيجاس نيرف. ادي الاريكولو تمبورال نيرف هنا والاريكولار برانش اوف فيجاس نيرف. نبص هنا نرجع تاني، الاريكولو تمبورال نيرف من المانديبولر، يبقى الاريكولو تمبورال نيرف اللي جاي من المانديبولر والاوكولار برانش بتاع الفيجاس، وده الكلام اللي احنا قلناه هنا برضه، ماشي. يلا يا شباب، ادي الاريكولو تمبورال نيرف المانديبولر والاوكولار برانش اوف فيجاس نيرف. الارتيريال سبلاي للاير درام ديب الاكرار برانش فيرست بارت اوف ماكسيلري ارتري ديب الاكرار برانش اوف فيرست بارت اوف ماكسيلري ارتري والبوستيريو الاكرار برانش اوف اكسترنال كاروتيد اي ارتري، يبقى ماكسيلري واكسترنال كاروتيد اي ارتري. خليك ايه لما يما اجي اقول لك ايه هي الايه البارس فلاسيدا والبارس تنسى، ما تنساهاش وما تنساش النيرف سبلاي في اوريكولو تمبرال نيرف سبلاي في اير درام او تمبانيك ممبرين اوريكولو تمبرال نيرف واوريكولار برانش اوف فيجاس نيرف. خليك نبيه وركز معايا. يلا يا شباب نخش على الميدل اير كده، خلصنا اكسترنال اير، فهمت ولا محتاج فيها حاجة؟ يلا عارف انك ابو المفهومية، قلنا التشريح ايه؟ تذاكره وتفهمه زي ما التشريح عايز زي ما انت عايز. ركز بقى كده معي، الميدل اير هنتكلم على الصيت والشيب والصيز. الصيت بتاعها
في البيترس بارت اوف تمبرال بون. بيترس بارت اوف تمبرال بون، ماشي الكلام. والشيب بايكونكيف لينز، ادي البايكونكيف لينز. السايز ترانسفيرس ديامتر اباوت 6.24، 6.24 من فوق لتحت، 6 ترانسفيرس ديامتر، 2 في النص، 4 تحت. يبقى احنا دلوقتي بنقول ايه السايز 6.24 from above down ward، ادي السايز باي الشيب بتاعها باي كونكيف لينز. الباوندرز بتاعت، نركز في الرسمه دي، في عنده روف، ادي الروف اهو. الروف ده في ايه تجمنت تمباناي، ادي الروف اهو، ادي الروف تجمنت تمباناي. هتعمل ايه؟ سيبريت ذا اير فروم ميدل كرينيال فوسا اند تمبورال لوب اوف ذا برين. يبقى انا عندي تجمنت تمباناي، ادي التجمنت تمباناي ده موجوده في الروف. سيبرت الميدل اير من تحت، من الميدل كرينيال فوسا من فوق، والتمبورال لوب اوف ذا برين. ماشي يا شباب، ادي الروف، هنزل على الفلور من تحت اهي، ادي الفلور، ماشي الفلور. سين بليت اوف بون، ادي سين بليت اوف بون موجود اهو. سيبرت الميدل اير، ادي الميدل اير فروم بالب اوف انترنال جاجولار فين، فروم بالب اوف انترنال جاجولار فين. يبقى ادي دلوقتي الروف فوق خلاص والفلور تحت. الروف فوق ايه؟ تجمنت تمباناي، سيبرت ذا ميدل اير من الميدل كرينال فوسا والتمبرال لوب اوف ذا برين. عند الفلور ثين بليت اوف بون، هتعمل ايه؟ ثين بليت اوف بون، سيبرت ايه؟ الميدل اير من البالب اوف انترنال جاجولار فين، ماشي. هنا في الفلور هنلاقي ايه كمان؟ سمول اوبننج تحت اهي، سمول اوبننج فور تمبانيك برانش اوف جلوسو فارينجيال نيرف، هاري من تحت اوبننج للتمبانيك برانش اوف جلوسو فارينجيال نيرف. يبقى الفلور السين بليت من البون اللي هي بتفصل للانترنال ريجولار فين، ماشي الكلام. وعندي كنال او اوبننج بتدخل التمبانيك برانش اوف جلوسو فارينجيال نيرف. يلا يا شباب، ادي الايه الروف وادي الفلور. يلا يا شباب، يبقى انا دلوقتي في الباوندرز، عند الباوندرز روف وكلمنا عنه، فلور وكلمنا عنه، لسه عندي اربعة وولز، اربعة وولز، انتيريور وولز، بوستيريور وولز، ميديال وول، لاترال وول اللي احنا شايلنا، اللي احنا شايلناه ده. يبقى انا عندي دلوقتي روف فلور، لسه اربعة وولز، انتيريور، بوستيريور، ميديال، لاترال، شلناه. ما تيجي نشوف الميديال وول، ادي قدام الميديال وول اهو. الميديال وول هلاقي فيه ايه؟ هلاقي البرومنتري موجود اهو، والبرومنتري ديت بتاع الفيرست تيرن اوف كوكليا. برومنتري عباره عن ايه؟ راوندد بالج اهي، راوندد بالج caused by first tour of the cochlea. يبقى الكوكليا هنا بتدي امبريشن هنا في الميدل اير، بنسميها برومونتر، ماشي الكلام. في الميديال وول موجود اوفال ويندو،
كلوز ذا باي فوت اوف ستيبس. كلوز ذا باي فوت اوف ستيبس. ستيبس ديت من البوني اوسكل اللي هي بنسميها ايه؟ اوفال ويندو. موجود فين؟ في الميديال وول. بعد كده في الميديال وول موجود راوند ويندو بلو اند بهاين بريمونتري كلوزد باي تنبنك ايه؟ ممبرين. كلوزد باي تنبنك ممبرين. طيب بعد كده عندي هوريزنتال بارت اوفيشال كانال. ادي هوريزنتال بارت اوفيشال ايه؟ كانال. هوريزنتال بارت اوفيشال كانال باكورد اند اباف برومنتري والاوفال ويندو. فوق البرومنتري والاوفال ويندو ماشي. ادي اللي احنا بنسميها ايه؟ هوريزنتال بارت اوفيشال كانال. وهتلاقي برضو فوق موجود اهوت عندنا لاترال سيمي بروميننس اوف لاترال سيمي سيركولار كانال. يبقى انا عندي دلوقتي ايه اللي موجود في الميديال وول؟ ادي البرومنتري موجود اهو ودي كلوزد باي بالفوت اوف ستيبس. ادي الاوفال ويندو اباف اند بهاين البرومنتري. ادي الايه؟ الاوفال ويندو وده كلوز باي الايه؟ كلوز بايه؟ بالفوت اوف ستيبس. عندي راوند ويندو راوند ويندو وديت بلو اند بهايند بالريمونتري وديت كلوز بالتمبانيك ممبرين. وعندي هوريزونتال بليت اوفيشال كانال وعندي بروميننس اوف لاترال سيمي سيركولار كانال. يبقى انا عندي دلوقتي كام امبريشن موجود في الميديال وول؟ برومنتري وده بالفيرست تورن اوف ذا كورنيا واوفال ويندو ماشي اللي هو بيتقفل بالفوت اوف ستيبس. راوند ويندو اللي هو برضه بيتقفل بالتمبانيك ممبرين. وبعد كده عندي اوبننج هوريزونتال بارت اوفيشال كانال وبرومننس اوف لاترال سيمي سيركولار كانال. يبقى كده برومونتري اوفال ويندو راوند ويندو هوريزونتال بارت بتاع الفيشال كانال والسيمي سيركولار كانال. يلا يا شباب ادي الايه؟ الميديال وول مفهومه هو ده. تاخد الصوره قدامك تقول ادي البرومونتري ماشي وده خاص بالفيرست تورن اوف ذا كوكلي وتقول الاوفال ويندو ده خاص بالفوت اوف ستيبس وتقول الراوند ويندو خاص بالتمبانيك ممبرين. فوق منهم موجود اوبننج اوف فشل كانال واللاترال سيمي سيركولار كانال. يبقى انا كده خلصت الايه؟ الروف والفلور والميديال وول. اللاترال وول ما فيش اسهل من بالدرام او التمبانيك ممبرين وشيلناه. الدرام او التمبانيك ايه؟ ممبرين. ادي الايه؟ اللاترال وول. فوق التمبانيك ممبرين في ريسس بنسميه ايبي تمبانيك ريسس. بنسميه ايه؟ ايبي تمبانيك ريسس. ادي الميديال وول واللاترال وول. خش يا شباب على الانتيريور وول. الانتيريور وول اهو الرسمه لسه ما زالت معانا. فيها اوبننج للتنسور تمباناي ماسل وفيها اوبننج للفرنجيو تمبانيك تيوب وفي انتيرو كانالكولاس انتيرو كانالكولاس للاكزيت اوف كورد تمباناي للاكزيت اوف تمبان تمباناي وفي سيمبليت اوف بون سيبريت الميدل ايل من الانترنال كاروتيد ارتري. انترنال كاروتيد ارتري اللي موجود في الكاروتيد ايه؟ كان. ركز يا حبيب ركزوا يا شباب. يبقى انا دلوقتي الانتيريور وول وخليك لماع. التشريح مفهوم
ومفهوم اهو الرسمه تنصرف تنبنك تبناي اوبننج فور تنصرف تنبنك تبناي مصل اوبننج فور فرنج تنبنك تيوب هذه الاوبننج برضو اوبننج صغيره للكره تنبناي او سمبليت اوف بون عشان تفصل الميدل اير من الانترنال كاروتيد ايه ارتري اللي موجود في الكاروتيد ايه كانال. ماشي يا شباب؟ مفهوم الرسمه ديت محتاجه هتقول التنسور تمبناي فرنج تمبانيك تيوب سمبليت اوف بون وانترنال كانوليكولوس اللي بتخرج الكره تمبناي ادي انترنال. طب البستيريور وول تعال نشوف البستيريور وول هنلاقي فيه اوبننج كونكتنج الابي تمبانيك ريسس وزي التمبانيك انترم ادي الاوبننج موجوده يعني الاوبننج كونكت الابي تمبانيك ريسس مع التمبانيك انترم هنلاقي فيه بيراميد هذا كونكال بروجيكشن كونتين استابيديوس ماسل البيراميد بتاع الاستابيديوس ماسل هتلاقي عندي هنا فيرتيكال بارت اوفيشال كانال ادي الفيرتيكال بارت اوفيشال كانال وعندي بيراميد الامينينس بتاع الاستابيديوس ماسل وعندي الايه الاوبننج اللي كونكت الابي تمبانيك ريسس مع التمبانيك ايه انتروم مفهوم البستوري الاول يا شباب يلا يا شباب بسم الله ركز معاي هذا الانتيريور وول فيهم اربع اي بي سي دي هم والبستيريور وول اي بي سي نركز يلا يا شباب ننقل فهمت خلاص قلت روف فلور ميديال وول لاترال وول انتيريور وول بستيريور وول طب الروف تاني قبل ما نخلص سيمبليت الميدل اير من الميدل كرينيال فوصة والتمبرال لوب والفلور بليت اوف بون سيبريت فروم انترنال جاكولار فين وفي كاناليكولاس سيمبانيك برانش اوف جلوسوفرنجيال نير فهوت ادي الفلور بعد كده ميديال وول عندك البرمونتري عندك اوفال ويندو عندك راوند ويندو عندك فيشل هوريزونتال بارت بتاع الفيشل كانال سيمي سيركل كانال تخش هنا تاني على الانتيريور وول اوبننج التنسور تمبناي مصل فرنج تمبانيك تيوب انتيريور كاناليكولاس الكورده تمبناي وسيمبليت ماشي اللي هي سيبريت الميدل اير من الانترنال كاروتيد ارتر اللي موجود في الكاروتيد ايه كانال ادي البوستيريور وول في عندك اوبننج موجوده هيت ماشي وفي عندك بيراميد اللي هي فيها الاستابيديوس ماسل ماشي وفي عندك الفيرتيكال بار بتاع الفيشيال كانال مفهوم يا شباب يلا يا شباب ما شاء الله وادي جدول قلنا الباوندريز اوف ميدل اير ادي الفلور كلام متعاد ميديال وول ادي الروف تجمنت تمبناي سيمبليت اوف بون ميديال وول برومنتري اوفر وند راوند وول هوريزونتال بليت لاترال وول الدرام انتيريور وول اوبننج اوف كانال فينتور تنسور تمبناي اوبننج اوف ذا فرنج تمبانيك تيوب انتيريور كونيلكس للكره تمبناي بليت اوف بون اللي هي خاصه بالانترنال كاروتيد ارتري اللي موجود البستيريور وول الاوبننج كونكتنج بتمبانيك ريسس تمبانيك انترم بيراميد فيرتيكال بارت اوفيشال ايه كانال يلا يا شباب يلا يا شباب ادي الباوندرز في عندي بقى استراكشر موجوده في الميدل اير يعني الموضوع نركز فيه شويه ونشرب كوبايه شاي يلا اشرب كوبايه شاي لا محتاج نسكافيه اشرب نسكافيه اقول لك يلا ركز بقى معي في استراكشر موجوده في الميدل اير ثلاثه اوسكلز ميلس انكس استابيديوس استيبس ميلس انكس استيبس
ادي الميلس ماشي، ادي الميلس ادي الانكس ادي الاستيبس. بالنسبة للميلس فيها شورت لم بتكون من بودي، لونج لم شورت لم ميلس ارتكوليشن. ارتكوليتها هي مع الانكس ماشي. ادي الايه الميلس تتكون من بودي اوف انكس ماشي. ادي الانكس ادي الانكس ادي الانكس هتتكون من الانكس بودي شورت لمب ورونج لمب وجزء الارتكوليشن مع الميلس. ادي الميلس ليه ايه لاترال بروسس وانتير بروسس ولها نيك ولها هيد وفيها انكس ارتكوليشن وفيها هاندل اوف ميلس. يبقى انا عندي الميلس ادي الميلس ادي النيك اوف ذا ميلس ادي الانتير بروسس ادي اللاترال بروسس ادي الهندل اوف ذا ميلس ادي الهيد اوف ذا ميلس. يبقى انا عندي الميلس بتتكون من هيد ونيك واثنين بروسس، ادي انتير بروسس وادي لاترال بروسس وفي هندل اوف ذا ميلس وفي انكس ارتكوليشن. ده تعمل ارتكوليشن مع الانكس. ادي الانكس تتكون من بودي شورت لم ولونج لم وميلس ارتكوليشن. نخش على الاستيبس تتكون من بيز هيد هيد اوف ذا استيبس انتيرور لم بوستيرور لم وبيز اوف ذا استيبس. ادي الاديتر ايه اوسكل عندي. يبقى انا عندي دلوقتي انسايد ذا ميدل اير 3 اوسكل ميلس انكس استيبس تو ماسلز تنسر تمباناي والسبيديوس. التنسر تمباناي عندي اوريجن انسيرشن نيرف سبلاي اكشن سريع. الاوريجن بتاع تنسر تمباناي مكاردريجن بس اوف السكند تيوب بس رو سمول كانال اباف ذا تيوب الانسيرشن في الهاندل اوف ذا ميلس. ادي الهاندل اوف ذا ميلس تنسر بلاطين ماسكه فيه. النيرف سبلاي بتاع تنسر تمبناي نيرف تو ميدل تيروغويد. الاكشن بتاع تنسر تمبناي تنس التمبانيك ممبرين تو دام بي داون ذا انتنسيتي اوف هاي سبيتش ات ساوند. ادي تنسر تمبناي. الاستابيديوس ماسل الاستابيديوس مصل الاورجن بتاعها من الانر وول اوف ذا بيراميد ماشي. الانسيرشن للنيك اوف استيبس للنيك اوف استيبس. النيرف سبلاي بتاع الاستابيديوس فاشيال نيرف. الاكشن درو ذا نيك اوف استيبس داون وورد to damp be down intensity of high pitched sound. موجود في الميدل اير كمان من ضمن الاستراكشر اللي موجوده فيه وان نيرف بنسميه كوردا تمباناي. يبقى الاستراكشر انسايد ذا ميدل اير 3 اوسكل وعرفناهم ميلس انكس استيبس. 2 مصل تونسر تمباناي واستابيديوس وعرفنا اورجن انسيرشن نيرف سبلاي اكشن اوريجين انسيرشن نيرف سبلاي اكشن وان نيرف بنسميه كوردا تمباني نير كوردا تمباناي. يلا يا شباب ايه رايكم حلوه؟ خليك نبي ركز معي
شغل الهواء، المحترفين اللي ما ينسوش، الاستراكشر اللي موجود انصايد ذا ميدل اير. يقول اقول له ايه؟ ثلاثة اوسكيلز ميلس انكس السبديس، ميلس انكس تمنى عارف تو مصل تنسل تنبناه وانت بالسبديس تمنى عارف والنيرف كوردة تنبناه. يبقى لو احنا كده ثلاثة اوسكيلز تنسل تنبناه والسبديس وكوردة تنبناه. يلا شباب انترنال اير ماشي، انترنال اير يبقى احنا كده خلصنا اكسترنال اير، خلصنا الميدل اير، وان شاء الله بالمفهومة بتاعكم وذكائكم واحترامكم هنفهم كمان الانترنال اير. يلا ندخل على الانترنال اير. يلا يا شباب الانترنال اير موجودة فين؟ في البيترس بون ميديال تو ميديال اير. ماشي الكلام، ادي البيترس بون ميديال تو ميديال اير، ادي البيترس بون ميديال تو ايه ميديال اير موجود فينا كمان. تتكون من ايه؟ يبقى انا عندي دلوقت السيتويشن بتاعتها في البيترس بون، ادي البيترس بون ميديال تو ميديال اير بتتكون من بوني لابرنس اند ممبرينس لابرنس. تتكون من ايه؟ بوني لابرنس اند ممبرينس لابرنس. البوني لابرنس، البوني لابرنس بتتكون من فيستيبيول سيمي سيركولار كانال اند كوكليا. يبقى البوني لابرنس ناخدها كده كوكليا فيستيبيول اند سيمي سيركولار كانال. البوني لابرنس لاين دوز بيري اوسيوم اند كونتين كلير فلور بنسميها بري ليمف. بري ليمف ادي الايه البوني لابرنس عبارة عن كوكليا فيستيبيول سيمي سيركولار كانال. الممبرينوس لابرنس بتتكون من ايه؟ كوكليار داكت داخل الكوكليا، سيمي سيركولار داكت موجودة داخل السيمي سيركولار كانال، تو ساكس اتركل اند ساكولا دول موجودين في الفيستيبيول. ماشي، يبقى انا عندي دلوقت ادي البني لابرس كوكليا جواها كوكليار داكت فيستيبيول فيها الاتركل والساكولا والسيمي سيركولار كانال فيها السيمي سيركولار داكت. هنا في البني لابرس الفلويد اللي موجود بنسميه ايه؟ بري ليمف. والفريميد اللي موجود في الممبرينس بنسميه اندو ليمف. وظيفة الانترنال اير ايه؟ وظيفة الانترنال اير ماشي، بالانس اند هيرينج، بالانس اند هيرينج. ايه اللي مسؤول عن الهيرينج؟ الكوكليار داكت. وايه اللي مسؤول عن البالانس؟ سيمي سيركولار داكت والاتركل والساكيوم والساكيوم. طيب ادي الرسمه واضحه قدامنا، يبقى انا عندي الايه ممبرينوس لابرنس، ادي الكوكليا وادي الفيستيبيول وادي السيمي سيركولار كانال، ادي الكوكليا فيستيبيول سيمي سيركولار كانال في الرسمه قدامك اهي. طيب الممبرينوس الكوكليا فيها كوكليار داكت والفيستيبيول فيها اتريكل والساكولا والسيمي سيركولار كانال فيها سيمي سيركولار داكت. الكوكليا مصدر الهيرينج
والفستيبيول والسيمي سيركولر تاك ماشي، دولت مسؤولين عن البالانس. يلا يا شباب، يلا يا شباب، ايه رايكم في المنظر الجميل ده؟ لو انا كده قلت ادي الانترنال اير او الانر اير في بني الابرز، كوكليا اللي احنا شفناه، فيستيبيول وشفناه، وسيمي سيركل الكنال، طيب ممبرينوس الابرز، حلو، كوكليار داكت، خلاص ثلاثة سيمي سيركل داكت اهم، والاتريكل والسكيول بتوع الفيستيبيول. ماشي يلا يا شباب، الكوكليا ادي الكوكليا، الكوكليا عبارة عن ايه؟ عن انتيرور بارت اهو اوف بوني لابرنس، تتكون من اثنين لفتين ونص، تو اند هاف سبايلر تورن اند كونيكال ان شيب، كونيكال ان شيب. يبقى احنا عندنا الانتيرور بارت اوف بوني لابرنس كويل التيوب، تو اند هاف سبايرال تورن كونيكال ان شيب. الفيرست بيزل تورن اوف كوكليا ديت اللي بتدي البرومونتري، ماشي، اللي موجوده في الميدل وول اوف ميدل اير. الكافيتي بتاع الكوكليا بقى ديفايدد انتو اهو، ادي الكافيتي بتاع الكوكليا ديفايدد انتو ساكيلا فيستيبيولاي اباسزا فيستيبيولار ممبرين وساكيلا تمباناي بلوزا بيزل ممبرين. يبقى الكافيتي بتاع الكوكليا اللي هو موجود قدامنا ده في ساكيلا فيستيبيولاي، ادي ساكيلا فيستيبيولاي اباف فيستيبيولار ممبرين، ادي ساكيلا فيستيبيولار اباف فيستيبيولار ممبرين، وساكيلا تمباناي بلو بازلر ممبرين، ادي البازلر ممبرين. كوكليار داكت واورجان كوكليار كانال موجوده بين الاثنين، بين التو ممبرين، والكوكليار كانال موجوده بين التو ايه ممبرين. ماشي يا شباب، ادي الكوكليا مفهومه مسؤولة عن ايه؟ الهيرنج، تتكون من ايه؟ انتيرور بارت اوف بوني لابرنس، اتنين ونص، اتنين ونص سبايرال تورن كونيكال ان شيب، والكوكريا الفيرست بتاعها عن البرومونتري اللي موجود في الميدل اير، الميدل وول اوف ميدل اير. الكافيتي بتاعها اهو ساكيلا فيستيبيولاي اباف ايه فيستيبيولار ممبرين وساكيلا تمباناي بلو بازلر ممبرين، كوكلر كانال بتوين فيستيبيولار ممبرين ان بازلر ممبرين. شايف الرسمه الجميله اهي، ادي الكافيتي اللي موجوده ساكيلا فيستيبيولاي اند ساكيلا تمباناي، ادي فيستيبيولار ممبرين وادي الايه البازلر ايه ممبرين. يلا يا شباب، وادي الكنال اللي موجودة هي بنسميها ايه؟ كوكليار كنال بين التو ميمبرينز اللي هو فيستيبولار ميمبرين ان بازلر ميمبرين. يلا يا شباب، يلا ادي الايه الكوكليا، الفيستيبيول ادي الفيستيبيول اهو بين الايه كوكليا انتيريوري اند سيمي سيركولار كنال بوستيريور. يبقى احنا دلوقتي الفيستيبيول اهوت موجود بين الكوكليا والسيمي سيركولار كنال، والسيمي سيركولار كنال اللاترال وول بتاع الفيستيبيول هنلاقي الاوفال ويندو، الاوفال ويندو اللاترال وول هتلاقي الاوفال ويندو اللي مقفول بالايه بالستيبس الفوت اوف ستيبس، ادي اللاترال ادي الاوفال ويندو عند زار راوند ويندو تحت اهو، الراوند ويندو تحت عند راوند ويندو كلوز باي التمبانيك سكندري تمبانيك ميمبرين. يبقى انا عند الفيستيبيول ادي الفيستيبيول بتوين الكوكليا انتيرور والسيمي سيركل كانال بوستيرور،
هتلاقي فيه في اللاترال وول اوفال ويندو اللي هو كلوزد بالفوت اوف ستيبس، وهتلاقي فيه راوند ويندو اللي هو كلوزد باي سكندري تمبانيك ميمبرين. يلا يا شباب مفهوم؟ يلا يا حبايبي يلا. سيمي سيركولر كانل، ادي السيمي سيركولر كانل. ثلاث انتيرور بوستيرور لاترال، الانتيرور فيرتيكال وفي رايت انجل تولونج اكس بترسبور. ادي الانتيرور كانل بوستيرور كانل فيرتيكال بارلل تو لونج اكسس اوف بترس. لاترال كانل الست ان هوريزونتال بوزيشن. يبقى انا عندي السيمي سيركلر كانل كام بارت؟ ادي الانتيرور سيمي سيركلر، وادي البوستير، وادي اللاتر. كل كانل هيحصل لها دايليتيشن في الاند بتاعها، دايليتد بنسميها الامبولا. بنسميها ايه؟ الامبولا. ماشي؟ هتفتح فين؟ في البوستير بارت اوف ذا فيستيبيول. يبقى السيمي سيركولر كانل نقولهم تاني كده، انتيرو سيمي سيركولر كانل ولها اند اهي امبولا، بوستيرو سيمي سيركولر كانل ولها اند امبولا، ولاتر سيمي سيركولر كانل لها اند امبولا. بيفتحوا فين؟ في البوستير بارت اوف ذا فيستيبيول. يلا يا شباب ادي السيمي سيركولر كانل. خليك ايه لما احب انا ما اجي اقول لك السيمي سيركولر كانل انتيرو بوستيرو لاترال، تفهمها ولا ما تفهمهاش؟ فهمها. يلا يا شباب هنتكلم على، خلصنا كده البوني لابرنس اللي هما الكوكليا والفيستيبيول والسيمي سيركولر كانل، بيتغطى جواهم من برنس لابرنس لاي ويز ذا بوني لابرنس، داخل البوني لابرنس كنتين في لون بنسميه اندو فلويد، والاندو فلويد حواليه سراوند بالفلويد بتاع الايه البوني بنسميه بري ليمف. consists of cochlear duct موجوده فين؟ في الكوكليار كانل. ماشي؟ cochlear duct موجودة في الكوكليار كانل، وبتحتوي على الأورجان أوف كورت، أورجان أوف كورت، وكونتين سنسوري ريسبتور فور هيرينج أند فور كوكليار نيرف، أند فروم إت كوكليار نيرف. ماشي كده؟ كوكليار دكت موجودة كوكليار كانل، كونتين أورجان أوف كورت، سنسوري ريسبتور فيها مسؤول عن السنسوري ريسبتور فور هيرينج. ادي الكوكليار دكت. طب الفيستيبيول موجود فيها، قلنا قبل كده الاتركل والساكيول لاي انسايد ذا فيستيبيول، كونتين ايه؟ سبيشالايزد ريسبتور سنسيتيف فور اورينتيشن اوف هيد تو جرافيتي. ماشي؟ ريزيف تيرمينالز اوف فيستيبيولار نير. السيمي سيركولار دكت موجود في السيمي سيركولار كانال، كونتين سبيشالايزد ريسبتور sensitive orientation of head to gravity receiver terminals of vestibular. ادي الانترنال ايه مفهوم يا شباب؟ cochlear duct موجوده داخل الكوكليار كانل، اتركل وساكيول موجوده في الفيستيبيول، سيمي سيركولار duct موجوده في السيمي سيركولار كانل، الكوكليا بتاع الهيرنج والاتركل والساكيول والسيمي سيركولار duct مسؤولين عن الايه؟ البالانس، مسؤولين عن الاورينتيشن او البالانس. يلا يا شباب ما شاء الله. الفيزلز خذ حتتين حلوين كده، الفيزلز بتاع الانترنال اير. ماشي؟ عندي البوني لابرنس والممبرينس لابرنس، ناخدهم كلمتين كده ونخلص. البوني لابرنس هاخد من الماكسيلري والميدل مننجيال ارتر. الماكسيلري هيديني ايه؟ انتيريو تيمبانيك برانش. ماشي؟ والسايلو ماستويد برانش فروم بستيرور اوكيولر.
والبتروز البرانش من الميدل منينجيال ارتر. ادي الايه اللي احنا بنقول عليهم البوني لابس في ارتيريا سبلاي موجوده اهي. انتيريو تمبانيك برانش فروم ماكسيلاري، وسايلو ماسوريال برانش من البستيريور اوكيولر، وبتروز البرانش من الميدل منينجيال ايه ارتر الممبرينوس لابرنس. في لابرنسين ارتري من البازل الارتر. اللابرنسين هينقسم الى كوكليار اند فيستيبولار اي برانش. الانيرفيش مثال انترنال اير، فيستيبولو كوكليار نيرف ماشي الكلام، فيشيال نيرف، انتمبرال بون اند برانش. البرانشز بتاعته ايه؟ الفيشيال جريتال بتروزال نيرف تو سبيريوس اند كوردا تيمباناي. ماشي يا شباب، الانيرفيشن ما تنساش الفيستيبولو كوكولار نيرف والفيشيال نيرف. فيشيال هيدينا حاجتين اثنين، جريتال بتروزال نيرف تو سبيريوس اند كوردا تيمباناي ماسل. ماشي يا شباب، يلا يا شباب، شكرا جزيلا لحضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.